ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، خلونا نتذكر بسرعة كده خريطة كتاب حجة الإسلام الغزالي، بحيث نبقى عارفين إحنا فين بالضبط وبنعمل إيه. إحنا اتفقنا إنه الكتاب، أو قلنا قبل ذلك إن الكتاب بيتعرض ليه أحوال النفس الإنسانية. كتاب معارج القدس يتعرض لأحوال النفس الإنسانية، انطلاقا من إنه معرفة النفس ينتج عنه معرفة الرب سبحانه وتعالى. لذلك الإمام أبو حامد الغزالي تحدث في هذا الكتاب عن النفس الإنسانية من حيث أنها جوهر، وتحدث عن جوهرية النفس، وأثبت هذه الجوهرية بأنه ليها وجود مستقل عن البدن. وفهمنا من كده أنه الإنسان مخلوق مكون من سر أو شيء اسمه النفس أو اسمه الروح، وشيء آخر محسوس ملموس اسمه البدن. وبالتالي الإنسان يعني إيه؟ ثنائي الحقيقة وليس أحادي الحقيقة. وهذا التحديد مهم جدا في فهم النفس الإنسانية وكيفية التعامل معها في النموذج المعرفي الإسلامي. فأبو حامد الغزالي اتكلم عن النفس جوهر، وتحدث بعد ذلك عن قوى النفس وجنودها، وتكلم عن حواس الإنسان الظاهرة باعتبارها من جنود النفس ومن منافذ النفس على العالم، وتحدث أيضا عن الحواس الباطنة في الإنسان وفي الحيوان. بعد ذلك هتحدث عن حدوث النفس وأنها ليست قديمة وإنما حادثة. ثم بعد ذلك يتحدث عن سعادة هذه النفس وشقاء هذه النفس بعد مفارقتها للبدن. فدي أمهات المطالب الموجودة في الكتاب: جوهرية النفس، قوى النفس، حدوث النفس، حال النفس بعد مفارقة أو أحوال النفس بعد مفارقة البدن. أبو حامد الغزالي حتى يصل لهذه الغاية بدأ يتحدث أولا عن التفريق بين مصطلحات النفس والعقل والروح والقلب، ثم تحدث عن إثبات النفس جوهر وبراهين وجود حاجة مخلوقة في الإنسان بخلاف بدنه اسمها النفس، ثم تحدث بعد ذلك عن القوى الحيوانية والقوى الإنسانية، ثم تحدث عن النبوة والرسالة وإعداد النفس أو كيفية إعداد النفس لقبول النبوة والرسالة، ثم تحدث عن مراتب النوع البشري، ثم تحدث عما ينتظر الإنسان من سعادة وشقاوة، وبعدين يتكلم عن أحوال النفس ومراتبها بعد المفارقة. هينتقل من هذا كله بعد الحديث التفصيلي عن هذه الأمور جميعا إلى الحديث عن معرفة الرب سبحانه وتعالى، فيتكلم عن بعض ما يجب في حق الله تعالى، وعن معرفة أنه سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض إلى آخره، ثم يتحدث بعد ذلك عن بعض الصفات الإلهية. ده باختصار شديد اللي احنا بنعمله في الكتاب. احنا وصلنا لحد فين؟ لحد قوى النفس الإنسانية، مش كده؟ وصلنا الحديث عن قوى النفس الإنسانية، وقلنا انه هذه النفس الإنسانية، كلمنا عن قوى النفس الإنسانية وقسمنا هذه القوى الى قوى عاملة وقوى عالمة. القوى العاملة سميناها عقل عملي، والقوى العالمة سميناها عقل نظري. وتكلمنا عن العلاقات المختلفة التي تنتج من تفاعل كل قوى من هذه القوى. قلنا انه قوة العقل النظري على سبيل المثال هي قوة من شأنها الانطباع بالصور الكلية المجردة عن المادة. فقوى النفس العاملة، قوى العاملة، هذه القوى
هي التي تحرك جسد الإنسان يتعامل مع هذا العالم. في قوة تانية نظرية سميناها عالمة، وهذه القوى هي التي من شأنها، أو هذه القوة هي التي من شأنها أن تنطبع فيها الصور الكلية المجردة عن المادة، زي فهم الإنسان لحاجة زي المحبة والكراهية والعداوة والإنسانية والرحمة والعدالة، كل دي أمور مجردة. ما الذي يدرك هذه الأمور داخل النفس الإنسانية؟ ليس البدن، ليس البدن وليس الجسم، ولكن قوة أخرى موجودة في الإنسان. وقلنا إنه هذه القوة المدركة للصور الكلية إما أن تدركها بالقوة أو بالفعل، إما أن تدركها بالقوة أو بالفعل. بالقوة يعني الاستعداد، تكون مستعدة لإدراكها. بالفعل يعني هي الآن تدركها. طيب إذا قلنا إن هي بتدرك بالفعل، فإذا قلنا إنها بتدرك هذه الصورة الكلية بالقوة، فهذا الإدراك الكلي له مراتب، له مراتب. فإذا قلنا إنه استعداد مطلق، إذا قلنا استعداد مطلق زي العجينة اللي لسه ما تشكلتش كده، هنسميه عقل هيولاني. عقل هيولاني زي بالضبط قوة الطفل الصغير على الكتاب. يعني هذا الطفل الصغير ممكن يعني كاتب لأنه لسه بيرضع، كاتب ليه؟ لأنه فيه الاستعداد يتعلم الكتابة، بخلاف هذا المنديل ما قدرش عليه كاتب. ليه؟ العقل الهيولاني هذا الاستعداد غير موجود. يبقى ده الاستعداد الايه؟ المطلق، بنسميه عقل ايه؟ هيولاني. طيب اذا كان استعداد، تمام كده، اذا كان استعداد لكن لا يحصل هذا الاستعداد الا بعد تعلم، لا يحصل هذا الاستعداد الا بعد تعلم، فهذا الاستعداد الذي يحصل بعد التعلم وبالآلة بآلة الكتابة بنسميه عقل بالفعل. يعني هذا الطفل تعلم، فهو بيكتب بنسمي فعل الكتابة، الكتابة هذه بنسميها عقل ايه؟ عقل بالفعل. يبقى عندنا عقل هيولاني وعقل ايه؟ بالفعل. طب في بينهما مرتبة وسطى، ان هو مش طفل صغير، مش هو مجرد عجينة وبس، لا ده هو عجينة متشكلة بقى يقدر يمسك القلم لو مسكناه وهو طفل ما كانش يقدر يمسك القلم، يفهم الكلام لو كلمناه وهو طفل ما بيقدرش يفهم الكلام. فهو في المرتبة الوسطى دي. في نوع تاني من العقل بيسموه ايه؟ عقل بالملكة او العقل الممكن، زي بالضبط لما اكون انا رجل كبير وامي، انا في عقل بيسموه عقل ايه؟ عقل بالملكة. يبقى انا الانسان بينتقل من العقل الهيولاني، تمام كده، عقل بالملكة، ثم عند الممارسة يبقى عقل ايه؟ عقل بالفعل. طيب كل ده في علاقة الصور الكلية بماذا؟ بقوى الإنسان العالمة أو القوة النظرية. طيب إذا قلنا بقى إنه العقل العملي دوت، العقل النظري، العقل النظري هذا صارت علاقته بالصور الكلية علاقة فعلية مش بالقوة، اللي هي يعرفوها بيقولوا حضور الصور وهو يعقلها ويعقل أنه يعقلها. يعني أنا الآن أكتب وأنا مدرك أنني أكتب الآن، ده بيسموه عقل مستفاد أو عقل قدسي. إحنا عندنا دلوقتي مراتب ومراحل، طفل صغير كاتب بالقوة، رجل أمي كاتب بالقوة، الكبير المتعلم الكتابة وهو لا يكتب عقل كاتب بالقوة. طيب مسك القلم وبيكتب زي الأستاذة، كاتب بالفعل. الثلاث مراحل الأولانيين بالقوة، كتابة، إدراك لصورة الكتابة اللي هي حاجة كلية مجردة، مفيش حاجة بنشوفها ماشية في الشارع اسمها الكتابة، فهي إيه؟ فهي شيء كلي، والكليات لا وجود لها إلا في الصور الجزئية.
يعني لما اكتب ورقة معينة هنا دي كتابة حاجة معينة جزئية، لكن الكتابة لا وجود للكتابة الا في خلال صور جزئية. فالعقل يدرك كتابة الطفل الصغير وكتابة الأمي وكتابة الإنسان قبل أن يكتب المتعلم الكتابة، ويطلق على كل واحدة من دولة اسم. فعقل هيولاني، عقل بالملكة، عقل بالفعل، ثم إذا مارس فعل الكتابة وهو يدرك أنه يكتب، ده بنسميه عقل إيه؟ عقل مستفاد أو عقل إيه؟ حدسي. لأنه مستفاد، لأنه المستفاد من عقل فعال دائم. في عقل تاني اسمه عقل فعال، العقل الفعال الدائم اللي هو بقى ده كلام، طبعا ده كلام الفلاسفه، اللي هو ممكن نقول مثلا الملك حين يلهم الانسان، او الشيطان حين يوسوس الانسان، بيسموه العقل الفعال. تمام كده؟ طيب، يبقى اذا هذه هي القوى الايه؟ الانسانيه. انتقل ابو حامد الغزالي بعد ذلك الحديث عن حصول عمليه الادراك. مش احنا قلنا ان العقل الانساني او القوى الانسانيه بتدرك الصور الكليه؟ تمام كده؟ طيب كيف ايه هو الادراك؟ الادراك ده سر كبير جدا، حتى العلم الحديث الان محتار، يقول لك ايه هو الوعي اصلا؟ يعني ايه وعي؟ وايه هو الوعي؟ والملحدين مهما ألحدوا ومهما ذهبوا ومهما جاءوا مش قادرين حتى لأن يفسروا الوعي الإنساني. فأبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تكلم عن الإدراك الإنساني. وصلة؟ تكلم عن الإدراك وقال بيان حقيقة الإدراك ومراتبه في التجريد. أنا بس بعدي كده بسرعة علشان نعمل كده ريفريشمنت للحاجات الأخيرة، علشان الأسئلة بتاعت النهاردة مبنية على الكلام اللي فات. فهو قال إنه الإدراك إما أن يكون إدراكا لمحسوس أو إدراكا لمعقول. إما أن الإنسان يدرك شيء محسوس كإدراكي لهذا الصندوق الذي أمامي، أو إدراكي لشيء معقول زي إدراكي لجمع 2 زائد 2 يساوي 4، حاجة معقولة، زي إدراكي لي عداوة الكلب الذي يعلو صوته في الشارع وانا رايح اصلي الفجر ليا، دي حاجة معقولة، وهكذا. يبقى إذا إيه؟ إما أن يكون إدراك محسوس أو إدراك إيه؟ معقول. طيب إزاي بقى بتحصل عملية إدراك المحسوسات؟ يعني أنا الآن لما بأدرك هذا الصندوق إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هل دخل جوايا الصندوق؟ قالك لا، قالك اللي بيحصل هو أخذ صورة المدرك، يعني اللي حصل فيا أنا إنه حصل في نفسي صورة للصندوق، حصل مثال للصندوق داخلي. طيب أنا بقى دلوقتي لما باجي أحس، يعني لما باجي ألمس الصندوق ده أو أشوفه أو أسمع صوت التكييف، أنا بسمع إيه؟ بسمع مثال المحسوس وليس المحسوس نفسه. يعني اللي بيحصل هنا في هذه الحاسة أنا باخد إيه؟ مثال، باخد منه نموذج وليس هو نفسه. فأنا باخد إيه؟ مثال المحسوس وليس المحسوس إيه؟ وليس المحسوس نفسه. لذلك قالوا لما نيجي نقول ايه هي عملية الاحساس اصلا، ما هو الاحساس او ما هو ادراك الاحساء المحسوسات، قالوا المحسوس بالحقيقة هو ما تمثل في الحاس، ما تمثل في الحاس يعني ما حصلت صورة له عندي في ماذا؟ في حواسي. يعني انا لما بشوف الحيطة، لما بشوف اللمبة دي، بتحصل صورة لهذه اللمبة في عيني، تحصل صورة من هذا المسموع في أذني، تحصل صورة من هذا الملموس في بشرتي. فعندها أنا كده إيه؟ أدركت المحسوس. طيب دي أدنى درجات الإدراك.
أدنى درجات الوعي، إدراك ماذا؟ المحسوسات. طيب إدراك المعقول بقى هو برضو مثال الحقيقة المرتسم في النفس. يعني وأنا ماشي في الشارع والكلب هوهو علي، أو أنا ماشي في الشارع أشوف واحد بيعطف على واحد يديه جنيه، أو وأنا ماشي في الشارع وشايف واحدة بتزعق لابنها مثلا، فكل دي أمور معقولة. أدرك عداوة الكلب ورحمة الرجل، وأدرك تأديب الأم، دي كلها أمور إيه؟ معقولة. الذي حصل عندي، الذي حصل عندي في حواسي الباطنة بقى، مش كده؟ ولا حصل بإيه؟ حواس الباطن حصل، هيحصل في الوهم أو في الخيال، مش كده؟ فحصل عندي برضو في حواس الباطنة مثال وصورة من هذا الإيه الذي حصل أمامي. عشان كده سموه مجرد. ليه مجرد؟ لأن العقل يجرده عن العوارض. إيه العوارض؟ الأي، المتى، الزمان، المكان. فأنا بدرك مثلا محبة الأم لابنها بغض النظر عن مين أم ومين ابن وفي أي زمان وفي أي مكان. المحبة، العداوة، الكراهية، الجمال، كده. فدي كلها أمور إيه؟ العقل يجردها عن عوارضها، فتصير صور إيه؟ معقولة في النفس. طيب إحنا قلنا أدنى مراتب الإحساس إيه؟ أدنى مراتب الإدراك إدراك الحواس، اللي هو بيكون بأخذ المثال، بأخذ المثال الذي يحل في النفس. طيب المرتبة الثانية إدراك الخيال. إدراك الخيال إحنا لا التانية وإحنا طالعين. إحنا قلنا أدنى، لا إحنا قلنا أدنى، أدنى إدراك الحواس. هنطلع درجة فوق، يعني كل ما طلعنا هنطلع لإيه؟ لتجريد أعلى. يعني إحنا إيه؟ بننتقل من العالم المشاهد، من العالم المشاهد، من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات، وعالم المعقولات ده درجات في التجريد. ماشي؟ طيب هنطلع درجة أعلى، قلنا هندرك إدراك الإيه؟ إدراك الخيال. إيه هو إدراك الخيال؟ قال لك إدراك الخيال لا يحتاج الشخص فيه إلى مشاهدة، بل يدرك مع غيبة المحسوس. لكنه إدراك الخيال ده بقى يدرك مع اللواحق والغواشي من الكم والكيف وغير ذلك، يعني ما عرضهوش، ما جردهوش عن العوارض. يعني أنا الآن لا أرى التكييف الذي فوقي، تمام، لكنني أدركه هو بعينه، مش حاجة تانية، هو بعينه. هذا التكييف الذي فوقي الذي مكان، مش كده؟ في هذه اللحظة، هذه زمان، مش كده؟ بهذا اللون الذي أعرفه، كيف أدركه؟ بالخيال. هي الحافظة بتاعت المحسوس. أيوة. يبقى إذن ده إدراك ماذا؟ الخيال. طيب هنطلع درجة فوق في الإدراك، المرتبة الثالثة إدراك الوهم. درجة الثالثة، لا، المحسوس والخيال. المحسوس والخيال. طيب ده إدراك الوهم، تجريده، تجريد الوهم أتم وأكمل. ليه؟ لأنه يدرك المعاني من المحسوسات. يعني أنا التكييف ده أنا مش شايفه، لكن مش هأدرك هذا التكييف المحسوس، لكن هأدرك فيه معنى البرودة، أو سأدرك برودة هذا التكييف، أو تبريده للجو، أو فائدته للإنسان. فده بيسموه إيه؟ إدراك الوهم. إدراك ماذا؟ الوهم، كالعداوة والمحبة والمخالفة والموافقة. إلا أن الإنسان يدرك عداوة كلية أو محبة كلية، إلا أن الإنسان يدرك محبة أو عداوة أو تبريد أو تسخين جزئي وليس كلي. يعني أدرك تبريد هذا التكييف بعينه، عداوة هذا الكلب بعينه الذي
الذي يصيح علي، محبة هذا الإنسان لي بعينه، كراهية هذا الإنسان لي بعينه. فالكراهية والمحبة دي أمور إيه؟ أمور مجردة ليست حسية. ثم إنها ليست أمور حسية، مش حسية. طيب يبقى ده إدراك الإيه؟ الوهم. المرتبة الرابعة إدراك العقل، اللي هو التجريد الكامل. التجريد الكامل إيه اللي بيتم بقى في تجريد العقل؟ بأدرك معنى كلي، أدركه معنى كليا لا يختلف بقى بالأشخاص ولا بالأزمان ولا بالأمكنة. المحبة، الكراهية، الإنسانية، العداوة، الجمال، الخير، الحق، العدل، بغض النظر عن محبة فلان أو كراهيته، بغض النظر عن عداوة فلان أو كراهيته، بغض النظر عن جمال فلان أو قبحه، بغض النظر عن كذا كذا. فهذه هي إيه؟ مراتب الإدراك الإنساني. ينتقل من إدراك المحسوسات ثم نرتفع لإدراك المعقولات بمراتبها. فأدرك بخيالي، ثم أدرك بوهمي، ثم أدرك بعقلي. في إدراك المحسوس حين أخذ صورة أو صورة هذا فترتسم صورته في عيني، لإدراك حسي. ثم إدراك وهمي لما التفت عنه وما زال في ذهني. إدراك نعم الخيال، وما قلت إيه؟ لا، إدراك الخيال. ثم إذا أخذت منه معنى جزئي كالإضاءة مثلا، إضاءة هذه اللمبة بعينها، يبدأ إدراك الإيه؟ الوهم. ثم إذا أخذت مفهوم النور بشكل عام أو الإضاءة بصفة عامة، يبقى ده اسمه إدراك الإيه؟ العقل. إنه في تجريد أتم. تجريد، إيه كلمة تجريد؟ تجريد قلنا يعني تجريد فصل، فصل. يعني كأن أنا بتصور كده إنه العالم ده عبارة عن حاجة أساسية ولها لواحق، لها فروع، أو زي شجرة فيها فروع كثيرة. فأنا بشيل الفروع الكثيرة هذه، وكلما نجحت في أن أنا أشيل فروع أكثر، كلما كان إدراكي لحقيقة الشيء أكثر. فأنا بجرد الحقائق عن العوارض، زي الزمان، زي المكان، زي الكيف، زي الكم، زي النسبة، زي الارتفاع، زي المقدار، زي الكمية كده. دي كانت مراجعة سريعة على الفكرة. احنا كنا وقفنا عند سؤالات وانفصالات تحتها نفائس من العلوم، لان طبعا الكلام ده هيثير اسئلة. يعني هذا الكلام اللي احنا سمعناه من شوية في اسئلة اصلا. كنا احنا خلصنا 6 اسئلة منهم، لكن لا مانع ان احنا ايضا نعدي عليهم بسرعة من غير ما نقرأهم تفصيلا. ابو حامد الغزالي في السؤال الاول بين انه ليس كل مجرد يسمى عقلا، مش اي حاجة مجردة بنسميها عقل، بل المراد لما نقول ده عقل يعني المتجرد تجردا تاما، اللي هي المرحلة الرابعة. يعني الانسان في مرحلة الوهم او الخيال ما هو فيه لا يسمى عقلا. ليس كل مجرد عقل، مش كامل. في السؤال الثاني بين انه ما دامت النفس، ما دامت النفس، طبعا كل الادراكات دي بتتم بالنفس، يعني حتى ادراك الحواس، الصورة بترتسم فين؟ في النفس، مش كده؟ فكل الادراكات بتتم بماذا؟ بالنفس، تمام؟ اللي هو الايه؟ الجوهر الالهي الرباني، هذا الذي لا نعلم حقيقته. في السؤال الثاني بيقول انه ما دامت النفس ملابسة للبدن فلا تحصل فيها المعقولات كلها دفعة واحدة. يعني طالما هي مقيدة بالبدن فهي هتحصل فيها المعقولات شوية بشوية بالتدريج. ليه؟ كأنه الجسد او البدن عائق،
عن تحصيل كامل المعارف. ده في السؤال الثاني بيّن هذا. السؤال الثالث بيّن تفاوت النفوس في قبول المعقولات. بيّن تفاوت النفوس في قبول ماذا؟ المعقولات. يعني هو أبو حامد الغزالي بيعتبر أن الأمور العقلية دي كلها المجردة دي المحبة الكراهية. اللي لو تلاحظوا حضراتكم هتلاقوا أسماء الله الحسنى من هذا القبيل: العزة، الجبروت، مش كده؟ الرحمة، كلها من ايه؟ من هذا القبيل، هو قبيل الأمور المجردة بهذا المفهوم الذي تحدثنا عنه. فهو بيقول انه هذه الأمور العقلية موجودة في مكان ما، المعقولات هذه موجودة، ثم تفاض من العقل الفعال الذي يملكها إلى العقل القدسي أو إلى عقل الإنسان أو إلى العقل اللي احنا سميناه من شوية العقل إيه؟ العقل المستفاد. تمام؟ فبيقول إنه هذه النفوس، نفوس الإنسان، تتفاوت في الاستعدادات. تتفاوت في ماذا؟ في قبول المعقولات. فليست النفوس إيه واحد، يعني مش ليس كل صاحب نفس مساو لكل صاحب نفس، لا، في تفاوت في الاستعداد في أصل الخلقة. طيب ده في السؤال الثالث. هيقول ده بعد كده، هيقول نعم، هو قال ما دامت ملابسة للبدن فاستعدادها أقل. هو بس هو خد بالك في حاجتين، في استعداد اللي هو الاستعداد الأزلي ده حاجة، وفي أيضا الاستعداد الآخر اللي هو القدرة على قبول تحصيل المعارف، دي أيضا تحتاج إلى الانفصال عن البدن. لما جينا نتكلم عن مفارقة البدن أو انفصال عن البدن، الأصول برضو على مستوى معنوي. طبعا، ما هو يقصد هنا مفارقه البدن، يعني كلما قللنا العلاقات والروابط بين النفس والبدن كلما كان استعداد النفس وقبولها للصور المعقوله اعلى. كما حضرتك قلت ان العقل العملي النظري يبقى هو الحاكم فوق العمل. نعم نعم، احنا قلنا هذا، وكويس انك فتحت الحته دي، خلينا برضو ايه نؤكد عليها. ايضا احنا قلنا ان الانسان فيه قوى، العقل العملي والعقل الايه والعقل النظري. طيب متى يوصف الانسان بانه صاحب فضيلة؟ مش صاحب الفضيلة والمشيخة، لا، صاحب فضيلة يعني عنده اخلاق. امتى؟ قالك لما العقل النظري يبقى هو الحاكم على العقل العملي. العقل العملي اللي هو حركة البدن، لما العقل النظري يبقى عاقل على، حاكم على العقل الايه، العقل العملي. فهو قال هنا انه هذه القوة اما ان تكون اللي هي قوة العقل العملي، اما ان تكون متسلطة او منقادة. متسلطة او منقادة، اذا تسلطت تنتج رذائل الاخلاق، اذا انقادت تنتج رذائل الاخلاق، اذا كان متسلط عليها متحكم فيها تنتج فضائل الاخلاق. الاثنين يعني في استعداد بأصل الخلقة، في تفاوت في الاستعداد بأصل الخلقة، زي كده اختلاف الأراضي، في أرض قابلة للزراعة وأرض قابلة نص نص وأرض غير قابلة للزراعة. تمام كده؟ ثم بقدر ما تهتم بالأرض القابلة للزراعة فتعطيها الماء، تهتم بها، تحط البذر في معاده، تنفي عنها الحشائش والحاجات والنباتات الضارة والحشرات بقدر ما تنتج. ففي عندنا عملين اهو، او في عندنا حاجتين، في استعداد أزلي وفي استعداد، في استعداد يمكن ان ينتجه الانسان وان يكتسبه الانسان، وده بيكون بقدر ما ينجح في تخليص نفسه من بدنه، او بقدر ما تكون العلاقة بين نفسه وبدنه رقيقة او ضعيفة. كلما كان البدن متلبس بالنفس ومتحدين الاثنين مع بعض، كلما كان ادراك الانسان للمعقولات اقل، كلما خفت العلاقة ما بينهم وحصل انفصال
خفت الروابط كلما كان الإدراك أتى. سبحان الله، أنا دعيت كل نظريات العلاج النفسي الحديث تشتغل في الحديث أنها تقوي علاقة النفس بالبلد. الإيه يسموه إيه؟ يسموه mind body approach. يعني؟ يعني هو إزاي يربط ما بين النفس والحالة النفسية والبدن وصحته، ودايما تركيزه على البدن. العب رياضه بقى وكده علشان نفسك تحس انك هو الهدف مختلف برضو، خدي بالك. يعني هو في اللي هو بيعمله هينجح لانه هدفه مختلف عن هدفنا. احنا الهدف عندنا هو معرفه النفس بهدف معرفه الله. احنا الغايه هي الوصول الى المعرفه، معرفه الحق او معرفه الامور على ما هي عليه او معرفه الحقيقه. هو بالنسبه له الهدف هو تحصيل السعاده في الدنيا، وسعاده في الدنيا شبه الدنيا، فهي ايه؟ سعاده ظاهريه او مؤقته. يعني لو مثلا مثلنا اعتبرنا ان احنا البدن عندنا مثلا عباره عن حاجه زي خلاص، ده البدن على سبيل المثال. وبعدين في حاجة منطبعة فيه اسمها النفس. لو هي واخدة نفس المساحة كده وفي نفس الحيز كده، يبقى كده تحصيل المعقولات ايه؟ تحصيل المعقولات اقل. ليه؟ في تطابق تام بين ايه؟ بين النفس والبدن. طيب لو عملنا كده وطلع شوية، يعني البدن على سبيل المثال، بعدين حصل شيء من الانفصال، يبقى ادراك المعقولات ايه؟ احسن شوية. حصل انفصال كمان شوية، يبقى ادراك المعقولات ايه؟ اعلى. ها؟ انفصلوا تظل هناك رابطة، يعني يحصل كده. الرابطة دي بقى ممكن تبقى قوية ممكن تبقى ضعيفة، ممكن الرابطة تبقى قوية او ضعيفة. طيب بمقدار ما تقوى وتضعف الروابط، مقدار ما تقوى المعقولات في النفس او تضعف، تحصل المعقولات او لا تحصل. طيب طول ما الانسان في رابطه ولو رقيقه بين النفس وبين الانسان حي، احنا ما زلنا في حياه الدنيا. طول ما في رابط، لما تنفصل هذه الروابط تمام الانسان مات. يعني هو سيظل دائما، حتى الأنبياء عليهم السلام لازم هناك رابطة، لكنها بتكون رقيقة جدا بين النفس والبدن. طيب احنا كنا وصلنا عند السؤال السادس. الرابع قلنا فيه ان النفس اذا اشرق عليها نور العقل الفعال تصير المقدمات الخيالية عقلية. المقدمات الخيالية اللي هو ادراك الايه؟ الخيال. لما يشرق نور العقل الفعال يجرد فيحصل ادراك الايه؟ فيحصل ادراك العقلي التام، عقلية، وتنكشف العلوم كلها بواسطة المبادئ. بواسطة ايه؟ المبادئ. حصول مبادئ هذه العلوم. وقال فيها ان وليس بيدنا تحصيل المعقولات بل التعرض لنفحات الله. يعني مش الموضوع مش كسبي، مش بتلقائيا، مش العلاقة بينهم علاقة لزوم او علة ومعلول، لكن علاقة ايه؟ استعداد. زي بالضبط كده الارض حين تهيئ نزول المطر. ده الرابع. الخامس قال ينكشف ان النفس الانسانية تعقل المعقولات مرتبة. نفس الإنسانية تعقل المعقولات إيه؟ مرتبة. وقال وكل ما فيه تدريج وترتيب فليس بواحد من كل وجه. وكل ما فيه تدريج وترتيب فليس بواحد من كل وجه. في تعدد، يعني في شرك، في شركة. لذلك علم الله سبحانه وتعالى انكشافي. العلم عندنا احنا بيحصل بالتدريج بالترتيب. علم الله سبحانه وتعالى يحصل دفعة واحدة أو لا يحصل أصلا. إن علم الله سبحانه وتعالى ليس كسبيا، لا يكتسب. ممكن نقول ده الفرق بين العلم الكشفي والعلم الكسبي؟
في نسبة من هذا العلم الكشفي أيضا يحصل دفعة واحدة غير مقدمة، هيجي برضو هيجيبه في الأسئلة، هيجيبه دلوقتي. السؤال السادس اللي احنا واقفين عنده، طيب قال السادس: فإن قيل إذا حصلت الصور المعقولة للنفس استحضرت النفس تلك الصورة، فهل تحتاج إلى إدراك آخر أنها أدركت، أو حصلت الصورة المعقولة المجردة يعني بنفس الإدراك الأول؟ يعني هل يحتاج معرفتي بالإدراك إلى إدراك أنني أدرك؟ فبيقول قلنا لا، بل نفس الإدراك إنما هو حصول الصورة مجردة للنفس، يعني هو حصول الصورة هو إدراكها، وإدراكها هو حصولها، مش محتاج لإدراك تاني، مفيش واسطة. فإن حصلت فقد أدركتها، أو فقد أدركتها يعني النفس، يعني مجرد حصول الصور في النفس هو الإدراك، ولا أحتاج لكي أدرك إلى إدراك أنني أدرك، وإلا فيعد غير مدرك ولا واسطة بينهما، ولا يحتاج إلى إدراك آخر فإنه يتسلسل. يعني لو قلنا إنه كيف أدركت حلاوة القهوة؟ قالك بمجرد حصول، مجرد حصول هذه الصورة الوهمية في النفس. مش حلاوة القهوة ده أمر جزئي؟ أمر جزئي، وهو أمر معنوي ولا حسي؟ حلاوة، الحلاوة أمر حسي ولا معقول معنوي؟ الحلاوة، معنى الحلاوة معنوي. حلاوة القهوة دي على وجه الخصوص ده إيه؟ ده معنوي لكنه جزئي ولا كلي؟ جزئي. يبقى ده إدراك الإيه؟ الوهم، مش كده؟ إدراك الوهم. طيب لو أنا قلت بقى كيف أدركت حلاوة القهوة؟ بأي إدراك؟ لو قلنا بإدراك آخر به أدرك هذا الإدراك، يقول لك طب فكيف حصل هذا الإدراك الآخر بإدراك آخر؟ طب فكيف حصل الإدراك الذي قبله بإدراك رابع؟ فيتسلسل الأمر، والتسلسل من المستحيلات العقلية. فإذا الإدراك الأول أو حصول صورة الشيء في العقل أو في النفس هو بذاته، هو بنفسه إدراكه، حصول الصورة هو إدراكها، ولا يحتاج إلى إدراك آخر. مش إحنا قلنا الكلام ده كذا مرة؟ التسلسل اللي هو إيه؟ ما هو التسلسل؟ هو تسلسل الممكنات في الماضي إلى ما لا نهاية، وتسلسل الحوادث في الماضي إلى ما لا نهاية. يعني نقول مثلا، هنقول واحد جه منين؟ جه من اتنين. اتنين جه منين؟ جه من تلاتة. تلاتة جت منين؟ جت من اربعة. اربعة جت منين؟ جت من خمسة. وهنفضل كده راجعين. لو فضلنا كده الى ما لا نهاية يبقى واحد مش موجود، انه جه من حتة، فده التسلسل. لذلك طالما ده موجود يبقى اذا هناك بداية. طيب يبقى اذا هو من المستحيلات العقلية كما قلنا قبل ذلك، ولا مانع ان يكون من المستحيلات الدينية في نفس الوقت، مش مانع، انهم لا يتعارضان. فاذا لابد حتى نقطع هذه السلسلة، سلسلة الادراك الذي حصل بادراك الذي حصل بادراك الذي حصل بادراك، لابد ان احنا نعمل ايه؟ نوقف هذه السلسلة فنقول في عندنا ادراك. كيف حصل الادراك؟ حصل هذا الادراك بمجرد حصوله في النفس. يبقى نفس الإدراك هو حصول الصورة مجردة للنفس، أو نقول تدركها النفس بلا واسطة، تدرك النفس الصورة من غير واسطة. يعني هي الأسئلة دي والكلام بتاع محمد غزالي هذا هو محاولة لتحليل عملية الوعي أو الإدراك، وما فيش إجابة حتى الآن، مفيش إجابة. لكن اللي بيذكره الفلاسفة الحقيقة
الفلاسفه الاسلاميين وكلام ابو حامد الغزالي يعني معتمد على ادله عقليه، ف يعني هو اقرب للتصديق، لانه كمان الحاجات دي مفيش اله هتكتشفها، لانه وسيله التعرف عليها لن تكون جسم، لن تكون جسم، مفيش اله معينه ممكن الانسان يخترعها يدرك بها الامور المعقوله، لان ادراك المعقولات لا يكون الا بعقل. الالات ممكن تديني شواهد وبيانات يفسرها العقل بعد ذلك. طيب السابع، فان قيل ده بقى الحال كنت بتقول عليه ان هو تقوية النفس، فإن قيل النفس في تحصيل المعقولات تفزع إلى القوة المفكرة فتستعملها في ترتيب المقدمات واستنتاج المطالب. يعني أسعار غليت مثلا، فإذا أنا دلوقتي عشان المرتب بتاعي قد كده، فأنا هصرف قد كده، هصرف قد كده، بقى معايا في الشهر قد كده، هعمل بكده في إيه؟ خطوات. المدارس جت وعايزين نسافر البلد، فاحنا هنسافر هنروح اولاد المدارس، ولما نسافر البلد يبقى في نص السنه اللي هي تبقى شهر مش عارف كذا، وبعد كده بقى ايه نسلم على اللي احنا عايزين نسلم عليه. فايه امور مرتبه دي بتحصل بماذا؟ بتحصل بالقوه المفكره اللي موجوده في الانسان، وهذا انما يكون في اليقظه اذا اقبلت عليها. يعني اذا النفس اقبلت على هذه الامور استخدمت في هذا في تحصيل المعلومات ماذا؟ الفكر والنظر. طيب وفي النوم تتعطل المخيلة أو المخيلة، هذه القوة تتعطل. المخيلة تمام. وكذا بعد الموت، فكيف يحصل بعد ذلك المعقول؟ يعني النفس من شأنها أن تحصل ماذا؟ المعقولات. فينبغي أن يحصل هذا سواء كان الإنسان صاحي، لأن الصحيان والنوم ده للبدن وليس للنفس، الموت للبدن وليس للنفس. عشان كده احنا هيجي يتكلم بعد كده على خلود النفس، واضح؟ فهو بيقول بقى دلوقتي إنه في النوم تتعطل المخيلة وكذا بعد الموت، فكيف يحصل بعد ذلك المعقول؟ زي المعقولات بتحصل في النفس مع تعطل قوة الخيال في الإنسان. قلنا أولا غير مسلم أن القوة المفكرة تبطل في النوم، لأن القوة المفكرة العقل بيفضل شغال والإنسان نايم، وأن النفس تتعطل عن ذلك، لأن النفس لا تتعطل عن العمل أثناء النوم، بدليل أنك بتشوف أحلام، فده كله من عمل إيه؟ مش من عمل البدن، من عمل النفس. قال بل كثيرا ما تستولي النفس على المتخيلة إذا كانت خالية عن شواغل الحواس فتغصبها وتستعملها في مطالبها، ولهذا ينكشف كثير من المعقولات في النوم. يعني النفس كده هي لانه البدن معطل، فالنفس تستطيع ان تتحرك بحريه اكثر، فيدرك الانسان في النوم امور لا يدركها في اليقظه. قال نعم الغالب ان المتخيله تستولي في النوم ولا تطيع النفس. ليه؟ لان القوه المتخيله من شانها ان هي ايه؟ ان هي ترتبط بالحس، مش قوه الخيال دي قلنا ان هي إدراك المحسوسات بعد الغيبوبة أو بعد الغيبة عنها، فما فيش محسوسات. نعم الغالب أن المتخيلة تستولي في النوم ولا تطيع النفس، وتجد الحس المشترك خاليا فتنقش فيه الصورة، ولهذا يحتاج أكثر رؤية إلى التعبير. ليه أكثر رؤية بتحتاج إلى تعبير؟ ليه أكثر رؤية بتحتاج إلى تعبير؟ لاستيلاء القوى المتخيلة على البدن، ولأنه هذا يحصل بماذا؟ بنقش الصورة في الحس الايه؟ المشترك. ايه الحس المشترك؟ اللي هو مجمع الحواس. الحس المشترك اللي هو مجمع الحواس، احنا عندنا
حاسة السمع والبصر واللمس والشم والذوق، لما أقول كلها حصلت في هذا الذي أمامي فأدركت لونه وطعمه وريحه وكذا، اللي جمع الحواس دي كلها مع بعضها حاجة اسمها الحس المشترك. وإلا لو ما عنديش حس مشترك سأدرك اللون بعيد عن الذوق، بعيد عن اللمس، دون جامع، دون رابط. ثم النفس قد لا تحتاج في المعقول إلى المفكرة، بل يكون قوي الحس زاكي النفس فيحصل له المعقولات ابتداء. الحس الوصول إلى النتائج من غير مقدمات، ده الحس، إن الواحد يبقى عارف الأمور من غير ما يبقى عنده مقدمات لمعرفة هذه الأمور، هذا اللي يسموه الحدس. يقول لك فلان ده حدس قوي، يعني بيعرف اللي هيحصل وإن لم يكن عنده أدوات أو شواهد أو أدلة أو إثباتات على ما يقول. بل يكون قوي الحدس ذاكيا نفسي فيحصل له المعقولات ابتداء، فإن لم تحصل ابتداء فعقب شوق إلى تحصيل معقول. يعني إذا واحد امتلأت نفسه واشتاقت إلى تحصيل معرفة أو شيء معقول، ربما تصل إليه، ربما تصل إليه النفس. إن عجز عن ذلك ولا يكون له القوة الحدسية القدسية، فحينئذ تفزع إلى الفكر واستعمال التخيل في استنباط المعقول. يعني هو كأنه عايز يقول إن تحصيل المعقولات ليس قاصرا على الفكر، ليس قاصرا على الفكر، بل هو هنا بيقول إن الفكر بمثابة التيمم، خط ثاني. الأصل ليس هو، الأصل هو التلقي، الأصل هو وعلم آدم الأسماء، تلقي عن الله، ده الأصل. طيب، فهو هنا ماذا يريد أن يقول؟ نفس الشيء، يعني بيقول بل كثيرا ما تستولي النفس على المتخيلة، اللي هي إذا كانت خالية عن شواهد الحواس فتصيبها وتستعملها في مقامتها وإيهادة من كشف كثير من معقولات النوم. طيب، الغالب أن المتخيلة تستولي في النوم ولا تطير النفس. يعني لعله عند بعض الناس وعند البعض الآخرين، يعني إنه يعني الناس في هذا ممكن يكونوا متفاوتين، ما يعني قد تستولي المتخيلة على النفس أو تستولي النفس على المتخيلة. ما هو عليهم كمان، هو هنا قال شرط، الشرط إذا كانت خالية عن شواغل الحواس. فإذا كانت خالية عن شواغل الحواس تستولي النفس، إذا كانت غير خالية عن شواغل الحواس لا تستولي النفس وإنما تستولي المتخيلة. فلذلك تلاقي الأحلام أنواع، بعضها يحتاج إلى تعبير وبعضها يقول لك ده حديث، حديث نفس، حديث نفس يعني مطالب جسد، مطالب جسد. أما الذي يحتاج إلى تعبير فهو اللي جاي إيه، هو اللي فعلا في معقولات، في معارف، في معلومات، في بشريات. ده إذا كان النفس خالية عن شواغل الجسد. يعني ممكن الواحد مثلا يحلم انه بيتجوز واحده جميله مثلا، او واحده حلمت ان هي سافرت بلاد جميله، او واحد يحلم ان هو نجح في الامتحان. كل ده ايه؟ شواغل، شواغل تملا الحواس وتستولي على الانسان فيراها او يرى مثال لها في النوم. وانا النفس غير مسلم، هو بيقول غير مسلم، غير مسلم النفس تتعطل. طيب، فلذلك هو في الاخر يقول ايه، فان لم تحصل ابتداء فعقب شوق الى تحصيل معقول، فيفيض عليه المعقول او فيفيض عليه المعقولات، فان عجز عن ذلك ولا يكون له القوه الحسيه القدسيه، فحينئذ تفزع الى الفكر واستعمال التخيل في استنباط المعقول. يعني هو يريد ان يقول باختصار عشان ما نقفش كتير عند الالفاظ، انه اذا قويت النفس استغنت عن التفكير، إذا قويت النفس استغنت عن التفكير وحصلت لها المعقولات دفعة واحدة. المعقولات هي المعارف، مربي المعقولات هنا بإيه؟ المعارف.
المعارف الإلهية بقى وغير ذلك. طيب ده السؤال السابع، وخلاصته إنه إذا قويت النفس استغنت عن التفكير وحصلت لها المعقولات دفعة واحدة. السؤال الثامن، هل فإن قيل قد سلف أن النفس تدرك المعاني الكلية المجردة وتدرك نفسها، النفس تدرك نفسها صح وهي جزئية، وهي النفس دي جزئية مش كلية، فكيف يكون ذلك؟ يعني زي الجزئي يدرك الكلي، زي النفس وهي جزئية تدرك المعاني التي هي كلية. طيب فهيقول ايه بقى؟ قلنا تدرك المجردات عن لواحق الأجسام وعوارض المواد سواء كان كليا أو جزئيا. النفس تدرك المجردات سواء كانت جزئية أو كلية، هو بيقرر حقيقة وبعد كده هيستدل عليها. قال ونفسك وإن كانت جزئية ولكن، ونفسك وإن كانت جزئيا ولكن، ولكن هو مجرد عن صفات الأجسام فتشعر بنفسك، وإنما لا تدرك نفسك الأجسام إلا بآلة جسمانية، وأما نفسك فليست بجسمانية، وإدراك نفسك لنفسك ليس إلا حصول حقيقتها لها، فإن حقيقتها المجردة حاصلة لها، وليس ذلك مرتين، يعني مش إدراك النفس ثم إدراك أنها تدرك، فإن حقيقتها واحدة ليست مرتين. وقد بينا أنه لا معنى للمعقول إلا حصول مجرد للعاقل. يعني ما هو الشيء المعقول؟ الشيء المعقول هو حصول شيء مجرد عن العوارض واللواحق المادية للإنسان العاقل. وليس كل معقول يحصل لشيء كيف كان يكون معقولا، وده قلنا قبل كده أنه لا يكون معقولا إلا إذا تجرد تجردا تاما عن المادة، بل مع شرط زائد وهو أن يكون مجردا. ولا نعني بقولنا حقيقتنا حاصلة لنا بالوجود، فإن الوجود يكون لكل شيء. ومن هذا تتنبه لسر عظيم، وهو أن الحقيقة التي لنا لا يشاركنا فيها غيرنا من الحيوانات، فإن حقيقتنا المجردة غير حاصلة لها. ولا نعني أيضا أن أصل حقيقتنا بالقياس إلى نفسه أنه موجود الوجود الذي له، ثم بالقياس إلى نفسه أنه معقول بزيادة أمر، فإن حقيقة النفس لا يعرض لها مرة شيء ومرة ليس ذلك الشيء، وهي واحدة في وقت واحد، فليس لكونها معقولة زيادة شرط على كونها موجودة. الوجود الذي لها يعني وجود النفس هو عين عقل هذه النفس، يعني ما فيش وجود في حاجة تانية معاها اسمها ايه؟ صفة العقل، او ان هذه النفس تعقل، فوجودها عين عقلها، بل زيادة شرط على الوجود مطلقا، وهو أن وجودها وماهيتها أنها معقولة حاصلة لها في نفسها ليس لغيرها. وهذا أجل ما أعرفه في هذه الفصول والبيانات، ولا يحتاج إلى تصور ورسوخ في النفس، فإن الأمور التصديقية لا يمكن أن يخبر عنها ما لم تتصور في النفس وما لم تترسخ، فإذا تمكنت النفس من التصور سارعت إلى التصديق. وينبني على هذا الفصل معرفة جميع الصفات الإلهية، لأن صفاته كلها اعتبارات وإضافات وسلوب، وليست زائدة على الذات ولا توجب كثرة في الذات. يعني إذا فهمت حقيقة إن وجود النفس هو عين صفتها التي هي أن تعقل، فهم كده؟ هتفهم
كيف تتصف الذات الإلهية بالصفات دون أن يكون هناك تعدد، دون أن يكون هناك تعدد. إحنا العلماء بيقسموا صفات الله سبحانه وتعالى إلى أقسام، وبيقولوا إن صفات الله سبحانه وتعالى منها صفة بيسموها صفة نفسية، ومنها صفات بيسموها صفات معاني، ومنها صفات بيسموها صفات سلبية. الصفة النفسية اللي هي صفة الوجود، اللي هو تصورها، تصور هذه الصفة لا يضيف معنى زائدا على الذات الإلهية. فإحنا طالما تصورنا الذات فهي بالضرورة موجودة، بخلاف لما نقول القدرة، فإحنا نتصور الذات ولها ماذا؟ صفات القدرة أو الإرادة أو العلم أو السمع أو البصر أو الكلام أو الحياة. كل دي صفات أزلية قديمة قائمة بذات الله تعالى، يتصور الذهن منها معنى زائد. معنى ماذا؟ معنى زائد على الذات ذهنا، ذهنا وليس خارجا. ثم صفات الله سبحانه وتعالى السلبية التي تسلب والتي تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. كل دي بتسلب عن الله ما لا يليق، فالقدم ينفي الحدوث، البقاء ينفي العدم، مخالفة الحوادث تنفي الموافقة للحوادث، القيام بالنفس ينفي الفقر والعجز، الوحدانية تنفي الشركة والتعدد في ذات الله سبحانه وتعالى. طيب صفات الله سبحانه وتعالى التي تنسب إلى الله، يعني دي بتنفي، بتنفي عن الذات شيء والنفي عدم. طب دي فيها الذات، يعني عندنا ذات وفي صفة مثبتة ملحقة بها اسمها القدرة، مش كده؟ فهل كده صار عندنا اتنين حاجتين؟ طب لو قلنا إرادة يبقى صار عندنا ثلاثة. طب لو قلنا عندنا علم يبقى صار عندنا أربعة. لذلك العلماء قالوا هذه الصفات ليست هي هو ولا غيره، ليست هي هو ولا غيره. يعني ايه؟ يعني الذهن يستطيع ان يفرق بين الذات والصفة، فليست الصفة هي الذات، ليست الذات هي الصفة، فليست هي الصفة قدرة مثلا هو يعني الذات الإلهية، صح كده؟ وليست غيره، وليست غيره في الخارج. يعني في الخارج لما اقول مثلا فلان العالم ما بيجيش معاه في دي العلم بتاعه، في الخارج ليس ثمة إلا ذات واحدة موصوفة بصفة، خلاص كده؟ فلما بقول ليست هي هو ذهنا، يعني في الذهن، وليست غيره في الخارج، يعني الذهن بيفصل بين الذات والصفة، تمام كده؟ في الخارج ليست ثمة إلا إيه؟ إلا ذات واحدة موصوفة، موصوفة بصفات. طيب يبقى احنا بنفرق الآن بين الصفة النفسية هي صفة الوجود اللي هو الاتصاف بها إدراكها أو الوصف بها هو وصف للذات نفسها دون معنى ذات، من غير ما يكون في معنى ذات، هنا في معنى ذات، تمام كده؟ طيب نرجع بقى اللي احنا كنا بنقوله. هنا الشيخ ماذا يقول؟ يقول فإن حقيقة النفس لا يعرض لها مرة شيء ومرة ليس ذلك الشيء وهي واحدة في وقت واحد، فليس لكونها معقولة زيادة شرط على كونها موجودة. يعني هي موجودة، هي نفسها معقولة، معقولة يعني هي موجودة. طيب الذي لها، الوجود الذي لها، الوجود الذي لها، لان احنا عندنا الوجود بمعنيين، الوجود في
في وجود مطلق وجود خاص. الوجود المطلق وفي وجود الخاص. كلمة وجود خلاص كده، الوجود بالمعنى المطلق ده يشترك فيه الواجب والممكن، فالله موجود والعالم موجود، لكن في الوقت نفسه في وجود خاص آخر. فوجود الله غير وجود العالم، فوجود الله واجب ووجود العالم ممكن. طيب يبقى ايه؟ لذلك قال هنا ايه؟ لذلك قال هنا موجودة الوجود الذي لها، اللي هو الوجود الخاص، الوجود الممكن، بل زيادة شرط على الوجود مطلقا. يعني في وجود مطلق اللي هو بمعنى الوجود بإطلاق، ثم هناك حصة من هذا الوجود اللي هو الوجود الخاص به، وهو أن وجودها وماهيتها أنها معقولة حاصلة لها في نفسها ليس لغيرها. حقيقة النفس حاصلة لها ليست في شيء آخر، زي حقيقة المياه، حقيقة النار، حقيقة الحقائق مختلفة، كل حقيقة من حقائق الوجود، كل حقيقة من حقائق هذا العالم حاصلة لها وليس لغيرها. قال وهذا أجل ما أعرفه في هذه الفصول والبيانات، ولا يحتاج إلى تصور ورسوخ في النفس، فإن الأمور التصديقية لا يمكن أن يخبر عنها ما لم تتصور في النفس وما لم تترسخ، فإذا تمكنت النفس من التصور سارعت إلى التصديق. وينبني على هذا الفصل معرفة جميع الصفات الإلهية، لأن صفاته سبحانه وتعالى كلها اعتبارات وإضافات وسلوب، وليست زائدة على الذات. يعني يبقى ليست زائدة على الذات، يعني ليس ثمة شيء آخر في الخارج إلا ذات، إلا ذات واحدة موصوفة بماذا؟ موصوفة بصفات. يعني ما عندناش حاجة اسمها الله وحاجة اسمها القدرة مثلا، يبقى حاجتين. ما عندناش حاجة اسمها الله والقدرة والعلم، يبقى ثلاثة. لا، ليست زائدة على الذات، ليست زائدة على الذات، ولا توجب كثرة في الذات. فتعدد الصفات لا يوجب ماذا؟ كثرة الصفات. نفس الكلام، هو ليه بقى بيقول كده؟ نفس الكلام في تصور النفس. النفس موجودة؟ اه موجودة. بتعمل ايه النفس دي؟ بتعقل، بتعقل. فهو عايز يقول لك هنا انه ايه؟ كونها بتعقل دي مش حاجة تانية غير وجودها، مش حاجة زائدة على نفس وجودها، فمعقوليتها دي صفة نفسية ليها، تتصور مجرد تصور وجود النفس. اه نفس الفكر، ليس وجود النفس معقوليتها وليس معقوليتها غيره، ليس وجود النفس معقوليتها ذهنا، كن في نفسه بتعقل وبتعقل دي وظيفة، وليست غيره، يعني في الخارج ليس إلا نفس واحدة. طيب التاسع، فإن قيل إن كان التعقل هو أن يحصل العاقل حقيقة المعقول، طب إجابة السؤال بقى كده إيه؟ هو السؤال الثامن، هو فإن قيل قد سلف أن النفس تدرك المعاني الكلية وهي جزئية، فكيف ذلك؟ بالضبط. الإجابة باختصار هي أن النفس وإن كانت جزئية لكنها تدرك الكليات، لأن هذه الكليات مجردة، لأنها مجردة عن المواد. معقولة الكليات لأنها مجردة. احنا قلنا ان الإدراك ما بيكونش إدراك المعقولات
مش اي حاجة بتسمى عقل او معقول الا اذا كانت مجرد تجرد تام. طيب التاسع، فان قيل ان كانت تعقله ان يحصل للعاقل حقيقة المعقول، يعني لما نقول ما هو التعقل، هو التجريد التام ده، المعرفة التامة دي، قال لك فان قيل ان كانت تعقل هو ان يحصل العاقل حقيقة الايه المعقول. هو ده السؤال، فان قيل فهنشوف مرتبطه بالنقطه اللي فاتت، ما هي بتدرك الكليات بس على قدها برضه، مش اذا كان في شيء كان بيركس كان بيتكلم عن هو الادراك بيدرك حقيقه الشيء ولا بيدرك ولا مثال عنه، عشان ما ندخلش بقى حاجه في بعضها. فإن قيل إن كانت تعقله أن يحصل العاقل حقيقة المعقول، فإذا يحصل لنا إذا عقلنا الإله والعقول بصور حقائقها، فلكل إذا منها حقيقتان، فلما لا يجوز أن يحصل لذواتنا أيضا حقيقتان وهناك يجوز. يعني دلوقتي إحنا ما بنقول المعقولات، الأمر المعقول هذا له حقيقة وله صورة، خلاص كده بيحصل لنا إحنا صورة من الحقائق وليست الحقائق نفسها. كويس. طيب احنا مما ندركه ذواتنا نفوسنا، صح كده؟ فليه ما يبقاش نفوسنا ديها حقيقة ولها صورة ايضا، واحنا ندرك من ذواتنا صورة عنها، ما بندركش انفسنا وانما ندرك صورة من انفسنا. يعني انت لا تدرك نفسك، وكان عايز يقولك كده، انت لا تدرك نفسك وانما تدرك صورة من نفسك، زي بالظبط كده لما تدرك المعقولات انت تدرك صورة منها وليست هي نفسها، انت تدرك نفسك اليس كذلك؟ لما نقولش نفس الكلام في ادراك النفس؟ قلنا اذا امكننا ان نعقل المفارقات بصور حقائقها، المفارقات اللي هي الامور المفارقة للنفس سواء كانت محسوسات او معقولات في نفوسنا، فكيف يكون لنا لها حقيقتان حقائق في أنفسها لأنفسها وهي بها مفارقة؟ يعني هذا الكوب صار حقيقة لأنه مفارق لهذا القلب، لأن كل واحد منهم له حقيقة مختلفة، فافترق حقائق في أنفسها لأنفسها وهي بها مفارقة، وإلا لو ما كانش في حقائق مفارقة كان يبقى كل حاجة هي كل حاجة. وحقائق متصورة فينا اللي هي اللي احنا بندركها بقى، فهي لنا. يعني دلوقتي عندما أدرك لون هذا القلم، في حقيقة في خارج نفسي اسمها اللونية أو لون القلم الأخضر، ثم تحصل في نفسي صورة لهذا اللون. طيب وهي أعراض، الألوان دي إيه؟ أعراض، يعني عرض لي أنا بعد أن لم يكن عندي تصور أو لم يكن عندي هذا اللون، وهي أعراض وأمثلة لتلك الحقائق. الصور دي أعراض وإيه؟ وأمثلة، وليست هي الحقائق نفسها. فإن العلوم بالجواهر لا تكون جواهر، بل تكون في الأذهان عوارض وفي أنفسها جواهر. الفرق بين الجوهر والعرض، الجوهر هو ما يقوم بنفسه، العرض هو ما يقوم بغيره. الجسم جوهر، تمام كده، او جواهر منضم بعضها الى بعض كونت حاجة اسمها الجسم. طيب لون، عرض، طول، عمق، مكان، كل دي ايه؟ اعراض. طيب فهنا بيقول لك ايه؟ فان العلوم بالجواهر لا تكون جواهر، المعلوم ولا العلوم. فان العلوم بالجواهر لا تكون جواهر، بل تكون في الاذهان عوارض وفي انفسها جواهر. ثم إنا نشعر بذواتنا، وليس شعورنا بها إلا حصول حقيقتنا لنا من غير واسطة، وإلا فيحصل دور. يعني مفيش صورة لنفسك، هي إدراكك لنفسك هو حقيقة النفس وليس بواسطة شيء آخر، لأنك
لو قلت بواسطة شيء آخر هيبقى فيه دور، هيبقى فيه دور. ما هو الدور؟ اعتماد الشيء في وجوده على نفسه، فتقول أدركت نفسي بنفسي، مش كده؟ ده دور، أدركت نفسي بنفسي، فده بقى إيه؟ دور. فهو وجود النفس هو الإدراك نفسه، وجود النفس هو نفس الإدراك، هو نفس العقل، هو نفس التعقل. وذلك أن إذا قلنا تعقلنا ذاتنا وأردنا بها إدراكا ومثالا غير حصول الحقيقة، فإنما يكون تعقلا أن لو حصل حقيقته لنا، وإنما تحصل الحقيقة أن لو تعقلنا، وليس يتعلق الكلام بالتعقل أو الشعور بل بكل إدراك كان، فإنه ملاحظة لحقيقة الشيء لا من حيث هي خارجة، ولو كانت المدركات هي الخارجة لم تكن الأمور المعدومة معقولة. يعني الإدراك لا يتعلق فقط بالأمور اللي هي خارج النفس، يعني ما تقولش والله ده في فرق بين إدراك نفسي دي حاجة داخلية وإدراكي لهذا القلم أو لهذا الكوب. ليه؟ قال لك الإدراك واحد، إدراك إيه؟ واحد، بدليل أن الواحد ممكن يدرك الأمور المعدومة. يعني مش شرط في الإدراك أن تكون الأمور المدركة خارج الإنسان أو بعيدة عن الإنسان، بدليل أن الواحد ممكن يدرك الأمور المعدومة، ممكن إيه؟ يتصور ويتخيل الأمور الإيه؟ المعدومة الغير موجودة، زي مثلا الغول، ممكن الواحد يتصور الغول مش كده؟ وهو معدوم ليس له وجود حقيقي، وليست الملاحظة وجودا لها ثانية، بل نفس انتقاشها فينا، نفس انتقاشها في النفس هو معقوليتها، وإلا تسلسل إلى غير نهاية. يعني لو قلت كيف انتقشت المعلومات في النفس، هتقول لي بمعلومة أخرى أو بصورة أخرى، طب بواسطة بواسطة بواسطة، فيتسلسل الأمر، والتسلسل من المستحيلات الإيه؟ وإلا تسلسل إلى غير نهاية. إلا أن على سبيل التوسع نقول نلاحظ حقائقها على سبيل التوسع بقى. يعني أنت لما تقول أدركت نفسي بنفسي ده توسع في العبارة، لكن من حيث الحقيقة إدراكك لنفسك هو نفسك، فإيه؟ لكن التوسع في العبارة حاجة تانية. لما تيجي تتكلم الواحد إيه؟ ما بدأش بالألفاظ، مش تحضر رسالة الدكتوراه وانت بتتكلم، فالواحد بيتوسع في الإيه؟ في العبارات. إلا أن على سبيل التوسع نقول نلاحظ حقائقها تشبها بالمحسوسات. إيه حقائقها؟ حقائق النفس. إيه حقائق النفس دي؟ هي حقائق النفس، هي النفس نفسها، مش نفس ولها حقائق. فأنت بتقول نلاحظ حقائقها، إيه اللي بيلاحظ؟ هي النفس بتلاحظ إيه؟ حقائق نفسها. فهو إيه؟ توسع في الإيه؟ في العبارة. يعني ما الذي لاحظ النفس؟ الحقائق. أين توجد هذه الحقائق؟ النفس. هو توسع في الإيه؟ في العبارة، تشبها بالمحسوسات على مجرى العادة. وعند التحقيق المحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائقها التي هي بها محسوسة لنا حتى تصير الخارجة بها ملاحظة. وعند التحقيق المحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائقها التي هي بها محسوس لنا حتى تصير الخارجة بها ملاحظة. يعني إدراك المحسوسات أيضا وملاحظتها يكون بماذا؟ يكون بنفسي، يكون بنفس حصولها في النفس، زي بالضبط الايه؟ زي بالضبط المعقولات بلا واسطة، بلا واسطة. طيب خلاصة هذا السؤال وجوابه، خلاصة هذا السؤال وجوابه، ان كل ادراك، ان كل ادراك فصورة حقيقته هو حقيقته، فصورة حقيقته هو حقيقته. احنا نتكلم عن الادراك، كان الادراك مش بتكلم عن الخارجي. ادراكي هذا، انا الان لما ادرك ان هذا شيء ملموس، الصورة اللي هي نفسها النفس سواء في المحسوس او المعقول. يعني مش في حاجة اسمها ادراك حصل من الملموس او المحسوس ودخل في حاجة تانية بواسطة الى النفس،
لا هو إدراك المعقولات أو المحسوسات. هذا الإدراك هو نفسه الحاصل في النفس أو النفس. الحاجات دي كلها لو أنتوا حضراتكم أدركتوها حطوها كده من بعضها تعرفوا النفس حاجة بسيطة جدا، بسيطة غير مركبة، يعني هي جوهر بسيط جدا غير مركب مش معقد. العاشر، السؤال العاشر هيأكد على فكرة أننا ندرك أنفسنا بأنفسنا لا بقوة جسمانية، مش بالجسم، لأنه النفس ليست جسما، وإذا كانت ليست جسما فإنها لا تدرك بجسم. طيب العاشر، فإن قال قائل أحسب أن نعقل ذواتنا ولكن لم يتبين بعد أنه، هل يجوز أن نعقل بآلات جسمانية أم لا؟ الكلام ده يفيدنا في إيه؟ كل التجارب التي يفعلونها في إدراك الروح أو ملاحظتها أو شوفها أو كذا لن تؤدي إلى شيء، لكنك ممكن تلاحظ آثار النفس وليست النفس نفسها. يعني أنت ما تقدرش تقول إن والله إحنا لما لاحظنا لما سلطنا الأشعة الفوق البنفسجية أو اللي تحت حمراء أو كذا على الإنسان لقينا مخه بيعمل لون معين أو بيتحرك في طاقة معينة فالطاقة دي هي النفس. لا، ده أثر من آثار النفس، أثر من أثر، زي بالضبط كده إدراك الذات الإلهية لا تدرك لكن ندركها من خلال معرفة آثارها، خلق الله للعالم أدركنا أن هناك خلق. فنفس الكلام هتكتشف لي آلة وتقعد تصور لي في الإنسان وتقول لي أيوة هشربه حاجات وهعمل له حاجات وبتاع بحيث أدرك، أيوة لقيت طاقة بتسري في جسمه الإنسان هو بيحتضر أو بيطلع في الروح في طاقة اختفت من جسمه، فإذا الطاقة دي هي النفس؟ نقول لك لا، ليست، إنما هي أثر من آثار الطاقة دي، إذا كانت موجودة فهي إيه؟ أثر من آثار النفس، لأنها لا تدرك بجسم. فتدرك بإيه بقى؟ تدرك بنفس، برضو هي حاجة مجردة فتدرك بشيء مجرد، تدرك بنفسها أو النفوس تدرك بعضها. وعشان كده مجرد عشان كانوا مفكرين إنه في الصفات، الصفات دي كلها إيه؟ حركات أعصاب. فإذا تحكمنا في المخ والأعصاب نتحكم في صفات الإنسان، وجدوا أن المسألة أبعد من هذا بكثير. العاشر، فإن قال قائل أحسب أن نعقل ذواتنا ولكن لم يتبين بعد أنه، هل يجوز أن نعقل بآلات جسمانية أم لا، وهي القوة العقلية في جسم أم لا؟ كل دي أسئلة حوالين مشكلة الوعي. أنتوا حضراتكم النهاردة افتحوا اليوتيوب كده وشوفوا فيديوهات عن الوعي، الوعي الإنساني ومحاولة تفسير الوعي، إيه هو الوعي؟ مشكلة ما حدش عارف يحلها ولن يجد لها حلا، لأنها مرتبطة بالروح التي هي من أمر ربي، مشكلة كبيرة جدا. وعلى فكرة الإنسان العادي استغرق في هذه المسألة ممكن يتجنن. الواحد قاعد يقول الوعي، إيه الوعي؟ طب أنا بعي مين؟ طب إيه اللي بيعي؟ وبيعي إيه؟ ومنين بيجي؟ هو على فكرة لما بعبر عن الوعي ده برضو توسع في العبارة، يعني هو اللي شغالين في الطب الحديث وكده بيعبروا عن اللي احنا بنتكلم فيه ده باسم الوعي. الوعي ده وظيفة من وظائف النفس، وليس هو النفس، هم بيعبروا عنه بالوعي، يفصلوا عن الوعي بالوعي. لا هم مش منفصلين، بيحاولوا بقى يفصلوا. في فعلا حاجة كده؟ كيف تحصل الوعي بالوعي؟ يعني ان في فرق ما بين الوعي وما بين الوعي بالوعي. فالعلاج النفسي مثلا، في ناس مثلا عندها وعي ان في مشاكل في حياتها ما عندهاش وعي بهذه المشاكل، ان ايه المشكلة مش عارف ده يبقى علاقة باللي احنا بنقول ولا لا، لكن انا افهم الاول هما بيقولوا ايه وبعدين اقول لحضرتك علشان ما ايه ما اقولكوش حاجة ويظهر انها غير ذلك. طيب، فلما لا يجوز ان تحصل القوة العقلية في الجسم فتشعر بها القوة الوهمية، القوة الوهمية، كما ان قوة العاقلة تشعر بالقوة الوهمية،
فلا تكون ذات القوة العقلية حاصلة لذاتها بل لغيرها، كما أن القوة الوهمية ليست حاصلة لذاتها بل مثلا للقوة العقلية. قلنا فينا أولا قوة ندرك بها المعاني الكلية، وأخرى ندرك بها الجزئيات. مفهومة القوة اللي ندرك بها المعاني الكلية العقل، اللي هي احنا قلنا مراتب الإدراك، هي القوة العقلية اللي ندرك بها الجزئيات ايه الوهمية، مش كده؟ والقوة التي ندرك بها الكلي تدرك ما يدرك، تدرك بما يدرك به الكلي، وذلك سميه ما شئت. يعني انت ايه المشكلة؟ مش في الاسم، مشكلة في المعنى. وذلك سميه ما شئت، لكننا نسميه القوة العقلية. ولا يخلو اما ان يعتبر الشعور او الادراك العقلي، اما ان يعتبر او يعتبر الشعور او الادراك العقلي. اما الادراك العقلي فقد عرف ما يوجبه، واما الشعور فانت انما تشعر بهويتك. الادراك العقلي عرف ما يوجبه، ما الذي يوجب الادراك العقلي؟ مقدمة النتائج. واما الشعور فانت انما تشعر بهويتك بذاتك لا ببعض قواك، اذ لو شعرت ذاتك ببعض قواك كحس او تخيل او توهم لم يكن المشعور هو الشاعر، وانت مع شعورك بذاتك تشعر انك انما تشعر بنفسك يعني كلها، فانت الشاعر وانت المشعور. إدراك النفس للنفس بالنفس. هل هو إدراك مطلق؟ يعني إيه؟ يعني إدراك عام مش بجزئيات فيه. إدراك بصفة عامة. يعني زي ما مثلا هنا بعد قلت وجود فيه وجود مطلق ومفهوم خاص. أيوه. فهي إدراكها برضه لو هنقصها على كده هنقول إدراك مطلق يجي تحت منه بعد كده تفصيلا من إدراك الخاص. إدراك الخاص، ممكن من حاجة زي كده. ممكن من حاجة زي كده. طيب هو هنا بيقول إذ لو شعرت ذاتك ببعض قواك كحس أو تخيل أو توهم لم يكن المشعور هو الشاعر، وأنت مع شعورك بذاتك تشعر أنك إنما تشعر بنفسك فأنت الشاعر وأنت المشعور. ثم إن كان الشاعر بنفسك قوة غير ذاتك فلا يخلو إما أن تكون قائمة في نفسك أو في الجسم. فإن كانت قائمة في نفسك فيكون وجود نفسك لقوة نفسك، فيرجع على نفسها مع القوة ولا يكون لغيرها. فيرجع على نفسها مع القوة ولا يكون لغيرها. وإن كانت تلك القوة قائمة في جسم ونفسك غير قائمة في ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم. يعني لو هيشعر بنفسك جسم آخر يبقى مش أنت اللي بتشعر، وإنما هذا الجسم الإيه؟ هذا الجسم الآخر، ذلك الجسم بتلك القوة لشيء مفارق. ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه، يعني مش تقدر لو كان الشعور إدراك نفسك في مكان آخر غير نفسك، ها عمرك ما تدرك نفسك. في مرضى بيوصفوا في مرض بيتوصف فيه إيه بقى؟ المريض بيقول أنا بحس إن أنا بتفرج على نفسي، يعني أنا منفصل عن اللي بيحصل لي، كأني متفرج خارجي على جسمه. تقصدي على بدنه؟ ما هو ايه دي؟ تجارب الاقتراب من الموت. يعني بيشوف نفسه هو ماشي، هو بيتكلم، هو كده لو تألم مثلا حصل له حاجة كأنه بيحصل له واسطة، يعني كأن ده الألم ده مش مباشر ليه. فبيتألم ولا يتألم؟ يتألم بس مش بنفس يعني الاكسبيرينس بتاعت الألم عنده. مختلفة عن الطبيعي. سبحان الله. يعني سبحان الله، هو بيوصف الكلام ده فكرت. بس انا مش عارف هل هو يعني هو في تجارب الاقتراب من الموت حضرتك اكيد عارفينها. بيشوف نفسه. الانسان بيشوف نفسه. فهو بيشوف نفسه هنا، يعني بيشوف بدنه. الرؤية دي حاصلة بالنفس. احنا لازم برضو لازم نراعي التوسع في العبارة، يعني ما تأثرناش الألفاظ. فهو بيشوف بدنه بإيه؟ بنفسه.
لا مش بتعمد، هو تجارب الاقتراب من الموت. ناس بأعلاها قلبها بيقف وبيحاولوا ينعشوها وينقذوها وبتاعه، وبيرجعوا يقول لك بعد ما يرجعوا من الانعاش يقول لك انا شفت نفسي كذا وشفت فلان بيعمل كذا في الاوضه وهو بينعشني وبتاع. الفيلم بتاع احمد حلمي كده اللي هو الف مبروك ولا فيلم ايه؟ لا موجود في موقع حتى بيرصد الحاجات دي موجوده على الانترنت اسمه تجارب الاقتراب من الموت، بيرصد هذه الظاهره تمهيدا لان هم يدرسوها يعني. اعملي سيرش عليها تجارب الاقتراب من الموت. كان حاجه شبه كده في كتاب الخروج من التابوت. لا قال ايه؟ حاجه شبه كده يعني. هي الاسترو بروجكشن بيتكلم عن حاجه هو معرفش يمكن دكتور مصطفى محمود سافر الشرق شويه. فهو بيتكلم على انه في زي مش بيبقوا ايه بقى، هل بيبقوا رهبان حاجه كده، بيعملوا تدريب على فصل النفس عن الجسد اللي بحيك قلت له في رابطة ضعيفة، فالنفس تسافر وترى وتعمل لها حريات ولكن لسه الجسد حي. ما بيحصل بالتدريب فعلا، لكن الفصل ده ممكن يتم بطرق صحيحة او بطرق غير صحيحة. بيدخل فيه السحر والشياطين في طريق كده يعني. ما اقدرش اقول اسباب، ما اعرفش يعني، ما اقدرش اجرؤ ان اقول سبب من عندي. الحاله دي طيب. ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه، ده اذا كان النفس في جسم اخر يعني. ولا ادراك لذاتك بخصوصيتها، بل يكون جسم ما يحس بشيء غيره كما تحس ببدنك، على ان ادراك القوى الجسمانيه الجوهر المفارق محال. يعني الجسم، يعني النفس تشعر بالجسم، الجسم لا يشعر بالنفس، تمام كده. وإن كانت نفسك بتلك القوة قائمة لذلك الجسم فقد بينا استحالة ذلك، فإنه يلزم أن تكون النفس وقوتها وجودهما لغيرهما، فلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك الجسم، لأن ماهية القوة والنفس معا لغيرهما وهو ذلك الجسم. وإن كان جوهر النفس هو القوة التي بها يدرك أو يدرك فليس يفترقان. يعني هو عايز يقول بكل بساطة انه ندرك ذاتنا بذاتنا، الانسان يدرك ذاته بذاته، وهذا الادراك لا يكون بواسطة جسم، يعني مفيش واسطة جسمية بين ادراك الانسان لذاته بذاته. تلخيص اهو، كيف ندرك ذواتنا؟ هل بآلة جسمانية أم لا؟ الجواب: ندرك ذاتنا بذاتنا، ولا يصح أن ندرك ذاتنا بقوة جسمانية، لأن النفس ليست جسما، وما ليس بجسم لا يدرك بجسم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. اقترحنا فيلم اللي هو مش فيلم، حلقات اللي هي كوزمو، يعني هي الحلقات دي معموله بهدف اثبات ان عدم وجود الذات. مدته قد ايه؟ الحلقه لو مدتها حوالي ساعه. ساعه احنا ممكن ناخد جزء، لان هي بتبقى فقرات. هو احنا لو الحلقه بتاعتنا ساعتين ممكن نتفرج ساعه ونناقش ساعه، مفيش مشكله. بس انا كان نفسي نشوف حاجه تانية عن الوعي او العقل او ذكاء. انا فاكر ان احنا كنا اتكلمنا عن انه فكره، واحنا نتكلم عن تكوين الدماغ كنا اتكلمنا عن فكره انه الاعصاب اللي في الدماغ بتنمو او بتتخلق بحسب الصفات اللي بيكتسبها الانسان، وكلما مارس صفه معينه كلما قويت الرابطه في اعصابه، مش كده؟ فكنا قلنا عايزين نشوف فيلم على الموضوع دوت، لان ده بيثبت من وجهة نظري انه الممارسات الاخلاقية او الذكر او العبادة او غيرها او حتى المعصية والممارسات اللا اخلاقية
ليها تأثير مادي على الإنسان، مش بس تأثير معنوي إن واحد يحس بالراحة أو يحس، لا، في تغيرات في الجسم، في تغيرات محسوسة بتحصل في الجسم من الطاعات أو من المعاصي. هي دي حقيقة علمية مثبوتة، لما قلنا الجزء الرمادي ده اللي هي الخلايا العصبية بتكتر بالمعرفة، يعني كل معرفة بتخلق خلية عصبية جديدة، زود عدد الخلايا العصبية. تعرفي تجيب لنا فيلم طيب في الموضوع ده؟ مش هشوفه. لما انا بتكلم في حاجة اسمها اللونة العصبية اللي هي النيوروبلاستيسيتي، اللونة ولا كتر الخلايا او اللونة العصبية اللي هي خلق مصطفى عصبية. خلق مصطفى عصبية مش دي نفسها ولا مختلفين؟ لا انا بقول عن الخلايا نفسها بتكتر بالمعرفة. ما هي نفس الفكرة. بس هي اللي بتتكلم في البطلات بتقوى وبتقوى مش بالضرورة، لأن المعرفة دي ممكن تكون أوهام أو خيالات يعني. طيب ويزيد برضو عدد، لكن تتكلمين على الممارسات؟ بتتكلم الممارسات ازاي تقوي، يعني اقربلي مثلا الكذب واقربلي من الحقيقة، لأن من كتر ما كذبت بقت الوصلة العصبية اقوى، المخ إلى أنه لما يتقل سؤال يرد الكذبة أقوى من إن هو لما يسأل سؤال يدور على الحقيقة. طب في عندك حاجة نشوفها في الموضوع ده؟ إن لو إحنا دورنا في الرجال هي اسمها اللونة العصبية. بس يكون بالعربي بقى يعني. أو مترجم. عشان من أو مترجم. عشان ما نقعدش بقى نركز في الترجمة ولا نركز في يعني لو مترجم ماشي مفيش مشكلة. كده نلاقي بالعربي لأن الموضوع ده كتر بحثا. فخلاص المرة الجاية نقول للناس إن إحنا نشوف الفيلم عن الخلايا العصبية. والفيلم اللي حضرتك اقترحتيه دوت احنا ممكن نشوف جزء منه لانه بيبقى كله مترتب على بعضه، بيجيب مجموعه شواهد وبعدين يبدا يحاول يربطها بنفس الطريقه اللي هي الثالثه اللي هو يحطها مع بعضها فيقول لك دليل قوي. ماشي يا ست، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.